السلام عليكم خوتي الطلبة. في هذا الفيديو غادي نقوم بعمل حل واحد التمرين في موديل ترموشيمي بالنسبة للطلبة الاس ان. في هذا ليكزيرسيس عندنا غادي ندرسو لا فاريونس و غنشو دراسة ديال الكوفيسيون دو ديسوسياسيون الفا ا ليكيليبر. اون يوتيليز ليكيليبر سويفون اون فاز غازو هوموجين. عندنا في هذا لا رياكسيون فاز غازو غاز عندنا ايثيل بنزين كيعطينا ستيرين بليس ثنائي الهيدروجين. اول سؤال هنا قال لك كالكيلي لا فاريونس دو سيستيم ا ليكيليبر سي لون باش اونيكمون دو ليتر ايثيل بنزين كومونتي. نجيو غادي نكالكيليو لا فاريونس. باش نكالكيليو لا فاريونس العلاقه ديال لا فاريونس كتقول لينا ان موان ار بليس دلتا ان ديال لي كاس موان في ديال لي فاز. ان شنية ان هي عدد العناصر اللي عندنا في الرياكسيون. بحال عندنا ايثيل بنزين ستيرين ثنائي الهيدروجين. في هذه الحاله ان ايغال 3 هاد ار نومبر دو غولاسيون. الا كانت عندنا في الرياكسيون غاز كنقولوا بان غاز بيغ. في هذه الحاله ديريكت ار ايغال 2. ولا كان عندنا الميلونج ما بين الغاز ولا السوليد ديريش كنديرو ان. في هذه الحاله عندنا فاز غازو دونك غادي نديرو موان دو. عندنا دلتا ان ديال لي غاز شنو كتقول؟ هي نوبر دو مول دي غاز لي برودوي موان نوبر دو مول دي غاز رياكتيف. في هذه لا رياكسيون عندنا في الرياكتيف عندنا دو غاز 1 plus 1 دو غاز ناقص غاز تعطينا دلتا ان ايغال 1. الا كانت دلتا ان ديال لي غاز كتعطينا 0 كنديرو دلتا ان ديال لي غاز ايغال 1. والا كانت كتخالف من الزيرو بمعنى كبار من الزيرو فان دلتا ان ديال لي غاز ايغال 2. في هاد الحالة حنا عطاتنا جوج ناقص واحد عطاتنا واحد دونك كبر من الزيرو. في الحالة غادي نديرو دو إذن بليس دو. موان نومبر دو فاز هنا عندنا غاز شحال من فاز عندنا؟ عندنا فاز وحدة. وإلا كان عندنا هنا الصوليد كنديرو دو فاز. في الصوليد كيتحسب لي فاز وحدة. إلا كانت عندنا سوليد وهنا سوليد نومبغ دو فاز جوج. أما إلا كانت كلشي غاز أن فاز. وإلا كانت ليكيد أن فاز. وإلا كانت عندنا سوليد ليكيد في الحالة تخوا ديال لي فاز. سوليد مع سوليد دو فاز وليكيد واحد كسبيو فاز. خاصكم تعقلو إلا كانت عندنا دو سوليد دو فاز. إلا كان دو ليكيد ولا تخوا ليكيد ولا كنديرو فاز وحدة. في هاد الحالة عندنا غاز كنديرو موان زان. فاز وحدة كنديرو فاز وحدة مع ناقص موان زان. في هاد الحالة لا فاريونس إيكال دو. كنقولو بأن السيستيم دي فاريون ولا بي فاريون. نجيو نكملو ليكزيرسيس. في السؤال الثاني قالك ديتيرميني لو كوفيسيون دو ديسوسياسيون الفا ا ليكيليبر اون فونكسيون دو لا كونستانت كابي اي دو لا بريسيون توتال. باش نديتيرمينيو هاد لو كوفيسيون الفا اون فونكسيون دو كابي بريسيون توتال اول حاجه نديرو جدول وصفي. وشنو هي اول حاجه قبل؟ قالك هنايا ديسوسياسيون هاد لا رياكسيون اللي عندنا رياكسيون ديسوسياسيون. بمعنى اذا كان عندك في لي رياكتيف واحد متفاعل واحد كيعطيك البرودوي جوج ديال النواتج او ثلاثه كنقولوا لا رياكسيون ديسوسياسيون. نجيو نديرو جدول الوصفي ديال هاد لا رياكسيون. هذا هو الجدول ديالنا. كنديرو الحاله البدئيه ان ايغال 0 تركيز ديال المتفاعل الاول. و
في الحال في النواتج كنديرو 0 0، اما في الحاله النهائيه عند التوازن كنديرو تركيز ديال المتفاعل ناقص اكس، وفي النواتج كنديرو اكس اكس. هنا عندنا ديسوسياسيون، كنعوضو اكس ايغال الفا ان، هذه كاينه في الكور. الا كانت عندنا ديسوسياسيون اكس كنعوضوها بالفا ان، اذا في الحاله غنعوضو اكس بالفا ان. عوضنا x بالفا ان، دونك دابا غادي نجيو غادي نحسبو كابي. كابي شنو هي؟ هي بريسيون بارسييل ديال ستيرين فوا لا بريسيون بارسييل ديال ثنائي الهيدروجين على بريسيون بارسييل ديال ايثيل بنزين. شنو هي هاد بي في كابي؟ راه هي بريسيون بارسييل. وباش كنحسبو هاد بريسيون بارسييل من هاد العلاقه اللي كتقول لنا بريسيون بارسييل على بريسيون توتال ايغال ان اي اللي هي نوبر دو مول انيسيال على ان تي نوبر دو مول توتال ايغال فراكسيون مولير هي اكس اي. في هذه الحاله غنجيو نحسبوا بريسيون بارسييل ديال ستيرين ولا ثنائي الهيدروجين وايثيل بنزين. غادي نطلقوا نحسبوا ديال ستيرين، غادي ناخذوا من هاد العلاقه غادي ناخذ بي اي ايغال بي توتال على بي توتال ايغال ان اي على ان توتال. هاي خدنا هنا وغادي نخرجوا بريسيون بارسييل ايغال ان اي على ان توتال فوا لا بريسيون توتال ان انيسيال اللي هي ستيرين. ستيرين ان انيسيال نوبر دو مول انيسيال هي الفا ان على نوبر دو مول توتال هي لا سوم ديال نوبر دو مول ديال لا رياكسيون كامله في لافان لا رياكسيون، بمعنى في عند التوازن غادي نديرو الفا ان بليس الفا ان بليس ان موان الفا ان. ان توتال قلنا هي ان موان الفا ان بليس الفا ان بليس الفا ان، غادي تعطينا هي ان بليس الفا ان، غادي نعمل بواحد ان، ان عامل لي ان بليس الفا، هذه هي ان توتال فوا لا بريسيون توتال فوا لا بي. دونك غادي نكتبو، غادي نكتبو ان انيسيال هي الفا ان على نوبر دو مول توتال هو ان عامل لواحد بليس الفا، غادي اختياز لبواحد ان غادي تبقى لينا الفا سيغ ان بليس الفا. هاد بي توتال في ليكزيرسيس هما قال لك لا بريسيون توتال بي، دونك حنا غنديرو بي توتال هي بي. دونك هادي بالنسبة لبريسيون بارسييل ديال ستيرين. غادي نجيو دابا نحسبو بريسيون بارسييل ديال ثنائي الهيدروجين من خلال الجدول الوصفي. عندنا نومبر دو مول ديال ستيرين ايغال نومبر دو مول ثنائي الهيدروجين. دونك في هذه الحاله بريسيون بارسييل ديال ثنائي الهيدروجين ايغال بريسيون بارسييل ديال ستيرين. قلنا بان بريسيون بارسييل ديال ستيرين ايغال بريسيون بارسييل ديال ثنائي الهيدروجين. دابا غنجيو بريسيون بارسييل ديال ايثيل بنزين. بريسيون بارسييل ديال ايثيل بنزين قلنا من خلال هذه العلاقه هي ان انيسيال على ان توتال، بمعنى نوبر دو مول انيسيال على نوبر دو مول توتال. نوبر دو مول انيسيال ديال ايثيل بنزين هو ان موان الفا ان على نوبر دو مول توتال اللي هو ان عامل لواحد بليس الفا. دونك غادي نجيو غادي نرومبلاسيو ان انيسيال هي ان موان الفا ان على ان توتال، وهنا غنعمل بواحد ان الفوق غادي تبقى لينا بحال هكايا، غادي نختاز بواحد الان غادي تبقى لينا مشات ان مع ان. وغنجيو غادي نعوضو هادشي في كابي. منين غادي نعوضو هنايا؟ هادي فوا هادي هي هادي الفا او كاري بي او كاري سير ا بليس الفا كل او كاري
على ان موان الفا سيغ ان ان بليس الفا فوا او فوا لا بريسيون توتال. غنجيو هنا غادي نديرو مقلوب غادي نسيمبليفيو هنا ان بليس الفا مع ان بليس الفا واحد بي مع بريسيون توتال مع بريسيون توتال غادي تعطينا الفا او كخاري فوا لا بريسيون توتال سيغ ان بليس الفا عامل ان موان الفا. دونك هنايا هما طالبين منا بغاو ديتيرميني لو كوفيسيون دو ديسوسياسيون الفا بغاو الفا. دونك اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الفا او كاري بي ايغال كابي فوا اتش. درنا هنايا غادي نديرو هادي فوا هادي غادي نشرو غادي تعطينا هادي غادي تمشيني واحد موان الفا سير بليز الفا وغادي نشرو غادي تعطينا هي كابي ناقص كابي الفا او كاري. حنا بغينا الفا دونك غادي نشدو هاد موان كابي فوا الفا كاري غنديوها الطرف لاخر غادي تولي بليس كابي فوا الفا او كاري ايكال كابي. وهنايا غادي نعملو بالفا او كاري. من بعد غادي نخرجو الفا غادي نشدو هاد بي بليس كابي نديوها اسفل هنا نديوها الطرف لاخر تحول من التحت. من بعد مدينا بي بليس كابي الطرف الاخر ولات الاسفل احنا بغينا الفا اذا هذاك او كاري غنديو الطرف الاخر غادي ترفع جذر. ونكملنا السؤال الثاني.